مساء الليل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الفيديو النهاردة يا ريت تتابعوا معايا من الاول للاخر، فيديو مهم جدا ولازم تتابعوا لغاية اخر لحظة فيه. فيديو شائك من الفيديوهات اللي انا اعرف صاحبها شخصيا، والحوار تم ما بينه وما بينه، استأذنته طبعا قبل ما انشر الموضوع بتاعه. الفيديو ده بمناسبة الناس اللي بتحط على المواقع بتاعتها تحضير فلانة وتحضير فلانة وطلسم وكذا وكذا، كله كذب. شمس القواميت اخطر واحدة، شفت تعزيمة ليها على الانترنت، صديق بعتها لي في مسج من يومين، اتصدمت. الملكة العلوية صاحبة الجلال والشأن والرفعة، المسلمة اللي بتتحضر عن طريق الزبيب والشعير والقسم بتاعها من البرهوتية والجلجوتية، ايه الهبل ده؟ تعرف مين شمس؟ مسلم ايه؟ تعال اقول لك انا مين شمس. رشيد شاب من المغرب، وقت ما حكى لي القصة دي في نفس سن تقريبا، في منتصف الاربعينات، بيحكي بيقول انه كان عايش مع والده اللي كل شغله في السحر الاسود والاعمال السفلية، وتعلم منه على مدار عمره كل شيء، القلب والربط والفك حتى سحر النجوم، لأنه كان عايش في منطقة جبلية وبيطلع الجبل يرصد النجم ويعرف الشهر امتى ويبتدي يشتغل سحر النجوم عليه، وما كانش بيفوت أي مناسبة إلا لما تلاقي ليها بصمة فيها، سواء بربط أو سحر أو غيره، كان بيشتغل على طول. وكان البيت اللي عايش فيه 4 أدوار، بيقول دور 4 أدوار، وكان عايش هو وأبوه ومراته وبنتين بس، والدته متوفية، وفضل فترة كبيرة يشرب من والده العلم، تعلم منه كل شيء ممكن. والده كان عنده مخطوطات وكتب، أمهات كتب ومخطوطات قديمة جدا، حتى الأيام الأولى اللي كان والده بيحضر فيها كان بيسجلها في المخطوطات، ما كانش بيسيب حاجة. بعد فترة بيقول والده كبر في السن وبقى طريح الفراش، ما بقاش يتحرك نهائيا، فبدأ هو يشتغل لوحده، وفعلا سخر الجن وبدأ يتعامل زيه زي والده. بيقول في ليلة وانا قاعد في الخلو، او بمعنى صح الغرفة اللي بيشتغل فيها، لقى مخطوط محطوط تحت خالص وهو بينظف الأوضة عنده او الخلوة بتاعته، فتحه. بيقول لما فتحته كان مخطوط باين انه قديم جدا وان محدش بيستخدمه. لما فتحت المخطوط دوت لقيت صورة لواحدة جميلة جدا، شعر أحمر زي الشمس عليها، وتحتها بالسريانية كلمة شمس. السريانية على فكرة لغة من اللغات السامية بيستخدمها الصحراء، بس هي موجودة لحد النهاردة، في ناس بتستخدمها في القنيش اللي في سوريا وفي الحسكة ودهوك في العراق وبعض مناطق الموصل، وبعض الناس الإخوة المسيحيين بيستخدموها، فمحدش يفتكر ان السريانية دي مخصصة للسحر، يعني دي هي لغة من اللغات السامية من قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب1000 سنة، ايام الكلدانيين. مكتوب تحتها بالسريانية طلسم التحضير وطلسم الصرف، بس اتفاجئت انه مش كامل. دورت يمين دورت شمال ملقتش بقية الطلاسم المسؤولة عنها. بيقول خدت دوت ورحت طالع فوق لوالدي، دخلت قلت له مين شمس دي، وبوري له الورق او المخطوط. بيقول اول مره في حياتي اشوف والدي يهيج الهيجان ده كله، وبدا يسب وبدا يزعق ويعلي صوته بطريقه انا مش متعود على والدي عليها، مش متعود ان اشوفه كده، لان كنت لامع في عينيه نظره رعب كبيره ومش عارف ايه دوت. قعدت اهدي فيه اهدي فيه اهدي فيه، قلت له اهدى بس. بعد ما هدي قلت له ممكن تفهمني؟ قال لي بص، شمس القواميت ديت اخطر واحدة من بنات ابليس، ومحدش قدر عليها، وانا شيخ اللي انا اتعلمت منه، طبعا قصده على الساحر الاكبر، كانت نهايته هو وستة من اتباعه بسببها. دي ما بتسبكش في حالك، اوعى في يوم من الايام تفكر ان انت تحضرها او تستخدم طلاسمها، لدرجة ان انا نفسي خدت طلاسمها من 40 سنة او 45 سنة ومخبيها في البيت التاني،
مش حاططها هنا كلها. فهمت، يعني أبويا مخبي بقية الطلاسم والتعاويذ في البيت القديم. كان بيت قديم من دور واحد كنا عايشين فيه زمان أيام الفقر. قلت له حاضر. قال لي أوعى يا رشيد، دي ما يتلعبش معاها. فعلا خدت الكلمة وسكتت، وبعدها بتلات أيام تقريبا رحت نازل على البيت القديم، طلعت كل المخطوطات وكل الورق بتاع والدي، لقيت صندوق لونه أحمر مقفول، كسرته، طلعت الطلسم، كان صورة شمس فيه. خدت الطلسم وقررت إن أنا أسخر شمس القواميد. كان تسخيرها في يوم معين في الأسبوع في ليلة معينة في الشهر. طلسمها أنا حافظه، وتلاوت عزيمتها أنا حافظها بالرتم الصح مش الغلط. ومعايا في الورقة التانية مكتوب طلسم الصرف، هخليه، ده مش هحتاجه دلوقتي، ده بصرف بيه لما بتكون مثلا نهاية الخدمة بتاعتها نهائيا أو شيء. طلسم الصرف العادي اليومي أنا بنهيها بطريقتي أنا. فعلا خدت نفسي ورحت داخل الخلوة، كان طلسمها عبارة إن أنا أخش الحمام، ما بتتحضرش بره دي عشان بس الناس اللي بتفتي، تخش الحمام تقفل الحمام، ترسم الدايرة على الأرض، تحط الطلاسم تكتبها على 6 دوائر صغيرة فوق الدايرة الكبيرة أو 6 زوايا فوقيها، تولع عليها شموع، يكون معاك فرختين أو حيوانين ذو كثيرين الدم اللي انت لما تذبحهم يغرقوا الدنيا دم. كان معايا فعلا فرختين، ذبحتهم وسبتهم غرقوا المكان دم، وإناء كبير من اللبن حطه في نص الحمام، استغفر الله العظيم، وانا قاعد وشي ليه وبتلو الطلسم قدامي وبتلو العزيمة بالرتم والكلمات المحددة. نص ساعة وسمعت صوت فحيح واللبن بدأ يهتز، عارف اللي هيحصل، التعبان هيظهر قدامي، تعبان ضخم جدا جاي من الركن المظلم في الحمام، لدرجة ان انا افتكرت ان التعبان ده هياخد الحمام كله. ما تخافش، لو خفت انت مت، ما فيهاش اعادة. استنيت التعبان قرب قرب قرب، وبعد ما قرب راح جاي وراح نازل في اللبن شرب، وراح واقف بصص لي ولافف داخل الركن المظلم. شمس طلعت لي جاية، سيدة فائقة الجمال، ناعمة جدا، شعر أحمر طويل، ولابسة توب أحمر بلون الشمس، وجاية عليا ومد إيدها الشمال. إيدها الشمال في حاجة زي قطعة الخبز، بمد أنا إيدي الشمال وأخده منها، ده القسم، وباكله. بتديني ظهرها وبترجع بابتسامة وبترجع كده، أنا خدت القسم والعهد. مجرد ما دخلت ببص لقيت الطلسم على الارض، طلسم التحضير. خدت الطلسم ورجعت، ومرضتش اقول لابويا اي شيء، قلت مش محتاجها دلوقتي، دي خليها للحاجات التقيلة او الكبيرة. وكملت شغل عادي، مفيش اي مشاكل، بسخر اللي بسخره وبجيب اللي بجيبه. بعد تقريبا شهر او شهر ونص جالي رجل اعمال كبير، كان عنده واحد واخد منه مبالغ ضخمة جدا ومش عارف يلاقيه، بلغ البوليس ولفوا عليه يمين وشمال، الراجل فص ملح وداب، عرض مبلغ كبير عليا مقابل ان انا ادله على المكان اللي الراجل مستخبي فيه. ده شغلها فعلا، كانت اول مرة احضرها بعد اول مرة جبتها. حضرت، طلبت منها وديتها صورة الراجل دوت قدامها، خدت الصورة وغابت 2 دقيقة، لقيتها جت وهمست لي، فلان المكان الفلاني المكان الفلاني، وراحت. رجعت اتصلت بالراجل ده، قلت له صاحبك في المكان الفلاني الفلاني الفلاني، وقفلت التليفون. كان وعدني بمبلغ كبير 3 ايام، ولقيته جايلي بالمبلغ دوت وعمال يبوس راسي ويقول لي انت راجل بركة، انت مبروك، انت كذا.
فعلا انا قابلته وخدت فلوسي منه وخلاص صفينا اللي بينا، وده مصيبة. كنت مبسوط جدا من اللي بيحصل، وما كنتش ناوي استخدمها غير في الحاجات التقيلة جدا، لان ممكن تدلك على الكنوز اللي موجودة في الارض. بعد الراجل ما مشى في اليوم دوت، انا قاعد مع والدي في الغرفة فوق، واحنا قاعدين سمعت صوت صرخة، كانت صرخة شديدة جدا جاية من مراتي. بيقول انا طلعت جري، دخلت عليها الاوضه، لقيتها منهاره على الارض وعماله تبكي وجسمها كله عمال يترعش. قعدت هدي فيها، هي عماله تصرخ وتصوت وتشاور لي ناحيه الدولاب والحمام، وانا مش فاهم في ايه. اقول لها مالك في ايه؟ عماله تصرخ وتعيط. بعد ما هديت وقعدت معايا بقول لها مالك في ايه؟ قالت لي انا قاعده بسرح شعري، لمحت في المراية باب الدولاب ورا اتفتح، فببص على بصتي دي لقيت قزم صغير بيجري من الدولاب للحمام ودخل الحمام وقفل باب الحمام. انا استغربت، قلت لها انت متأكدة؟ لقيتها بدأت تبكي مرة تانية. رحت للحمام اللي كان مقفول، فتحته ونورت النور، مفيش حد في الحمام. قعدت هدي فيها، قلت لها ايه دي؟ قالت لا انت اكيد جبت حاجة من الحاجات اللي بتشتغل فيها انت. خدت نفسها وراحت لوالدتها اللي كانت بتبعد عنا تقريبا حوالي 10 دقايق بالعربية. طلعت لوالدي لقيته قاعد مذعور على السرير، بيقول لي مالك فيه؟ قلت له مفيش. قال لي لا احكي له. قلت له لا، هي وقعت، فلانة وقعت بس، فعشان كده اتخضت. مرضتش احكي له لان الموضوع مش مستاهل، دي تهيؤات. فضلت قاعد بعد كده بكمل شغلي ومفيش اي مشاكل، لغاية بعدها بثلاث ايام اتصلت بيا زوجتي انها راجعة هي والبنات. كانت تقريبا الساعة 8:30 وانا كنت في المدينة، وانا راجع جبت تورتاية معايا، كيكة كبيرة، وخدتها ودخلت بيها البيت. كانت قاعدة فوق عند والدي في الديوان او في غرفة والدي والبنات معاها. خدت التورتاية وحطيتها فوق في المطبخ في الرخامة من فوق عشان ياكلوها الصبح. البنات بيقولوا لي ناكل، قلت لهم لا بكرة الصبح، احنا بالليل ومش تاكلوا حلويات بالليل. وحطيت فوق على الرخامة، وقعدت انا ووالدي نتكلم وهي وبهدي اعصابها وكل شيء وبسألها عن والدتها. ببص لقيت بنتي الصغيرة 5 سنين داخلة عليا، ببص لقيتها ماسكة طبق، مشيت ناحية الطبق ببص لقيتها التورتاية اللي أنا جايبها، مسكتها قلت لها مين اللي اداك التورتاية دي؟ شاورت لي على المطبخ. أختها التانية كانت بتلعب تحت، ندهتها تعالي انت خدتي قطعتي لأختك؟ قالت لي لا انت حطيتها فوق وأنا مش عارفة أجيبها أصلا. مشيت للمطبخ لقيت التورتاية فوق ومقطوعة. رجعت بقولها مين اللي اداك التورتاية دي؟ قالت لي في واحدة جوه نادهت عليا وديتني التورتاية. مراتي كانت واقفة جنبي، اول ما سمعت الكلام ده انهارت وقعدت تصرخ وتزعق، فدخلت بيها عند والدي اهديها. فوالدي بيقول في ايه؟ قلت له حصل كذا كذا كذا، كانت نزلت تجيب البنات، قلت له حصل معاها كذا 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 في المطبخ. قال لي هو انت شغال حاجة هنا في البيت اليومين دول؟ قلت له لا مفيش اي شيء اليومين دول، ما عنديش اي شغل اليومين دول، بس هي المطبخ البنت بتقول ان في حد كذا كذا، الظاهر تهيؤات او من عمار البيت او الطوارق. انا بتكلم كده مراتي داخلة، قلت له على القزم، بصت لها كده وقال لي لقيت والدي بيبص لي بيقول لي قزم؟ قزم ايه؟ قلت له دي تهيؤات، فلانه من كام يوم شافت كذا كذا كذا. لقيت والدي وشه احمر ومره واحده راح ماسك فيا ونزل زعيق وشتيمه فيا وعلى لسانه كلمه واحده بس، انت حضرت شمس. طلعت مراتي بره وقعدت اهدي في والدي اللي كان بدأ ينهار وبدأ يبكي ويقول لي ازاي انت عملت ايه انت كذا. اضطريت ان انا اعترف له، قلت له حصل كذا كذا كذا، لقيته منهار اكتر واكتر.
انا ما كنتش متوقع انه بيخاف منها كده او بينهار منها كده، لدرجة ان انا قلت له خلاص انا هصرفها وخلاص وننسى الموضوع. قال له تصرفها؟ تصرفها ازاي؟ قال له هصرفها بنفس الطلسم، الصرف اللي انا لقيته عندك في البيت القديم، لقيته قايم وعمال يزعق يقول لي طلسم طلسم ايه؟ طلسم اللي انت معاك ده ناقص من 40 سنة، عشان كده انا ما حاولتش ان انا اسخرها. هنا انا اتأكدت ان انا في مصيبة، كده هتفضل موجودة مش هتسيبني ومش هتطلع من هنا الا لما تنصرف، وطلسمها محدش عارفه. قعدت اهدي فيه وفضلت اهدي فيه، قلت له هنلاقي حل هنلاقي حل، هنسأل الناس اللي نعرفها هنسأل كذا، لغاية بعد صلاة الفجر بساعة تقريبا لغاية ما نام. دخلت الأوضة أريح وكانت مراتي معايا بتقول لي هنعمل إيه؟ قلت لها الصبح نشوف، أنا دماغي هتنفجر عايز أنام، ونمت. بس صحيت على صريخ مراتي، كانت عمالة تصرخ بطريقة هستيرية، طريقة مش طبيعية. جريت جري أشوف بتصرخ فين، لقيتها في أوضة والدي. جريت على أوضة والدي لقيته مشنوق في السقف، حبل ومشنوق فيه من ملايات السرير، وسمعت ضحكة ناعمة جدا في ودني. عرفت انها بدأت معايا. طبعا اتصلنا بالشرطة اللي جات عينت وسجلوها انتحار ورحنا دفناه. كان يوم طويل جدا جدا جدا، وخيم الحزن علينا وعلى البيت كله، وانصدى ضحكتها عمال يتردد في ودني، عمال يتردد كل شوية في ودني. بقيت مش عارف اعمل ايه. اتصلت بناس كتير اعرفهم شغالين في نفس المجال، قفلوا في وش السكة، محدش رضي يتعامل معايا، قالوا لي احنا ما نقدرش على حاجة زي كده، واحنا عارفين ان والدك عنده كذا كذا من اكتر من 50 ولا 40 سنة، دي غلطتك انت تصرف فيها. بيقول لفيت على مشايخ كتير جدا لدرجة اني كلمت ناس برا المغرب عشان يشوفوا لي حل، محدش كان عنده حل. ما فكرتش ألجأ لربنا، برضو رحت للمشعوذين ورحت للسحارين عشان يشوفوا لي حل. بعد تقريبا اسبوع كنا قاعدين نتعشى، كنت قاعد انا ومراتي والبنتين، وكانت بنتي الكبيرة قاعدة جنبي، فمشيت للمطبخ اللي هو يعتبر في آخر الشقة عشان تجيب مية وترجع، وأنا عمال أفكر إيه اللي هيحصل. مرة واحدة صوت فرقعة جامدة من المطبخ ودخان، جريت جري أنا ومراتي، لقيت بنتي جوه محروقة، النار ماسكة فيها وهي عمالة تصرخ وتصوت. حاولت إن أنا أسحبها، اتحرقت في ايديا. جريت بسرعة فوق عشان اجيب بطانية وانزل اطفيها، كانت اتفحمت، ماتت، بنتي ماتت. مامتها جالها انهيار عصبي ووقعت مني، وقعدت يوم كامل في المستشفى بعد ما جم الدفاع المدني وقالوا ان انبوبة البوتاجاز هي اللي فرقعت بسبب تسريب غاز. ورحت دفنت بنتي، سمعت نفس الضحكة الناعمة في ودني. مامتها بعد ما طلعت من المستشفى أصرت ان تاخد بنتها وتروح تعيش مع والدتها، وانا رفضت، انا عايزهم قدامي، عايز اتابعهم، عايز اعرف في ايه، بس كان وضعها ما يسمحش ان هي تناقشها او شيء. سبتها، قلت خليني في الفترة دي احاول اوصل لاي حاجة تانية، اوصل لاي طريقة ممكن اساعدهم واساعد نفسي بيها. وفعلا بدأت صلاة مع ناس تانية في جنوب أفريقيا وفي كينيا وفي النيجر، لفيت العالم كله، محدش قادر يساعدني. بعد ما راحهم بيومين تليفون رن، برفع التليفون سمعت مراتي بتصرخ وبتعيط، رميت التليفون وركبت عربيتي وجريت عليهم، بيني وبينهم 10 دقايق. وصلت وانا متوقع بنتي او هي فيهم حاجة، دخلت جوه بسرعة لقيتهم قاعدين والناس ملمومين. في ايه؟ أمي غرقت في الحمام، نفس الضحكة في ودني، مش هسيبك ومش هتسيبني، نفس الضحكة الناعمة في ودني. قلت لها انت لازم تيجوا
تعيشه معايا. قعدنا في جذب وشد لغاية 3 أيام تقريبا، قلت لها كده كفاية، لازم تيجوا تعيشوا معايا. بيننا وبين بيت حوالي تقريبا 10 دقايق ربع ساعة. كان الوقت بعد صلاة العشاء تقريبا، ركبنا العربية ومشينا. واحنا في الطريق وبعد ما مشينا بتقريبا 3-4 دقايق وماشي انا بسرعة، شفت شمس قدامي كانت واقفة في وسط الطريق. لفيت بسرعة عشان اتفاداها، سمعتها بتضحك في ودني، وكانت اخر حاجة افتكرها. صحيت تقريبا بعدها بيوم او يوم ونص، كانت رجلي مكسورة ودراعي مكسور. بسأل عن زوجتي لقيتها توفت، بسأل عن بنتي الصغيرة عرفت انها في العناية المركزة. قعدت تقريبا 15 يوم في المستشفى، اطلع ابص على بنتي وارجع تاني على اوضتي. في الوقت ده كنت تواصلت مع شيخ مغربي، راقي مغربي، كنت اسمع عنه ان راجل بتاع ربنا، وكنت بحاول اقابله ما كانش بيدوني مواعيد ليه. كنت سمعت ان الراجل دوت راقي بس بالكتاب والسنة، فضلت وراه. اتصل بيا بعدها يمكن تقريبا بيومين او 3 بعد ال 15 يوم بتاعت المستشفى دي، لقيته بيكلمني واحد من عنده بيقول له شيخنا هيكلمك. كلمني، حكيت له اللي حصل بالظبط بس باختصار. قال لي طيب تعال لي. فعلا دبست وخدت العكازين ورحت بصيت على بنتي ورجعت، خدت تاكسي ورحت رايح للشيخ دوت. كان راجل وقور في اواخر الستينات، ذو لحية بيضاء، بيته متواضع جدا، عنده 2 معاه، عرفت ان واحد منهم ابنه والتاني مساعده في الشغل. دخلت سلمت عليه، قال لي احكي لي كل شيء بالتفصيل، ما تسيبش اي شيء. بدأت احكي له من اول ما اشتغلت مع والدي لغاية موضوع شمس، لغاية بنتي اللي في العناية المركزة. بعد ما خلصت بصلي كده قال لي انت عارف انك كفرت واشركت بالله، انت اللي عملته ده غلط. كنت ببكي ندم، ببكي على دمار حياتي، ببكي على دمار بيتي، ببكي على دمار كل شيء ممكن يكون عندي. قال لي طيب تعالى. قعدت حط ايده على دماغي هنا وبدأ يقرأ القرآن اللي كان بيقراه، ما كنتش قادر اردده، زي ما يكون لساني عقد عن قراءة القرآن. يحط هنا وهنا وهنا ويقرأ، وانا زي ما اكون لساني تقيل بس كنت بحس بسخونة مكان ايده. بعدت ايده اول مرة، قال لي ما تبعد، ما تزحش ايدي، خليها. كمل قراءة، المكان سخن اكتر، زحتها مرة تانية، مرة تالتة، مرة رابعة، لقيت نادى على ابنه والتاني، قال لهم امسكوه. فعلا ثبتوني في السرير وبدأ يقرأ علي القرآن. وهو بيقرأ القرآن انا كنت حاسس بتقل على صدري، كنت حاسس ان روحي كأنها بتطلع مني ومش قادر اخد نفسي، وبدأت تتكون الدنيا ضبابية قدامي، وبدأت انسحب شوية شوية من الوضع او الحياة اللي انا فيها، فقدت الوعي. صحيت بعد فترة معرفش قد ايه، ببص لقيت نفسي نايم في اوضة، سرير نظيف وجنبي شاب قاعد وأوضة عادية. أول ما صحيت قال لي أنا هندهلك جدي، طلع وجاب شيخنا معاه اللي أول ما شافنا قال لي الحمد لله على السلامة. فأنا استعدلت نفسي على السرير، لقيت الولد جايب لي مية بشربة، قلت له هو أنا نمت من امبارح للنهاردة؟ قال لي لا، انت دي لك كده 4 أيام. قلت له 4 أيام؟ قال لي أيوة. قلت له ايه اللي حصل؟ اللي هي كانت متلبسة او موجودة عليك، كانتش راضية تطلع وكانت ناوية تموتك انت او كل حد تبعك، لدرجة انها وصلت لمرحلة ان عايزة تنتقم من اي حد معاك. حاولنا ان احنا نطلعها بالحسنة اكتر من مرة ما طلعتش، بس لما هددناها بالحرق وبالعذاب وبآيات الحرق والعذاب واصرينا عليها، الحمد لله ربنا قدرنا
انصرفت عنك، بس تخلي بالك ان هي ممكن ترجع لك تاني. قلت له طب والحل؟ راح مادد ايده جنبه وانا ماسك مصحف وراح مديهولي، قال لي هو ده الحل، يوميا يكون ليك ورد من القرآن تقفل الهالة بتاعت ان حد يخش لك. خدت منه المصحف وفعلا كنت نويت التوبة الى الله سبحانه وتعالى، ورحت المستشفى اشوف بنتي الوحيدة اللي بقيالي من العيلة، لقيتها ماتت بعد ما سبتها بيوم واحد. كده انا فقدت اسرتي جميعها، ما عنديش اي حد هنا، ما عنديش اي حد في الحياة. قررت ان انا اسافر، وفعلا سافرت دولة اوروبية، التحقت بالمركز الاسلامي كمؤذن، فتحت مطعم او بمعنى صح سوبر ماركت للاكل الحلال جنب المركز الاسلامي. ادينا انا هنا بحكي لك القصة ديت. طبعا الراجل دوت وهو بيحكي لي قال شوية حاجات او رموز انا متأكد ان كلامه منها ان قصته فعلا واقعية وحقيقية. القصة دي للعبرة وللذكرى، اتمنى انها تكون عجبتكم. شوف اللايك والشير والسبسكرايب وتحصلوني على الفيسبوك. شكرا، مع السلامة.